مع انطلاق دور الثمانية في البطولة، فإن الأمر الوحيد الذي أصبح مؤكدا الآن هو أن جائزة أفضل لاعب في المونديال الروسي لن يحصل عليها أي من الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو. لذلك فالطريق أصبح مفتوح أمام مجموعة من أفضل نجوم كأس العالم روسيا 2018، سنستعرضهم معكم الآن. الفرنسي كيليان مبابي. سجل كيليان مبابي ذو 19 عاما هدفين وتسبب في ركلة جزاء أحرز منها زميله أنطوان جريزمان الهدف الأول ليقود المنتخب الفرنسي لجياز عقبة نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي، ليصعد منتخب فرنسا لدور الثمانية ليقابل منتخب الأوروغواي. الأوروغواياني إيدنسون كافاني. ساهم إيدنسون كافاني بنسبة 99% في تخطي الأوروغواي عقبة البرتغال والصعود لدور الثمانية بعد تسجيله هدفين خلال المباراة والإطاحة بكريستيانو رونالدو خارج البطولة. البرازيلي نيمار دا سيلفا. نيمار أصبح أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو للجلوس على عرش الساحرة المستديرة في الفترة المقبلة، لكنه برغم البداية البطيئة التي اتسم بها في البطولة. البلجيكي إيدن هازارد. ساهم البلجيكي إيدن هازارد بشكل كبير في مسيرة منتخب بلجيكا في كأس العالم روسيا 2018، خاصة في صعوده لدور الثمانية، حيث سجل هدفين خلال مباريات دور الثمانية ودور الـ16، وصعدت بلجيكا لدور الثمانية بعدما قلبت تأخره 0-2 أمام اليابان إلى فوز ملحمي 3-2 في دور الـ16. الكرواتي لوكا مودريتش. لوكا مودريتش هو أفضل لاعب خط وسط حتى الآن بالمونديال. لعب مودريتش دورا بارزا في تأهل كرواتيا لدور الثمانية على حساب الدنمارك بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي. الإنجليزي هاري كين. يتصدر هاري كين ترتيب هداف المونديال برصيد 6 أهداف حتى الآن قبل مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويدي في مدينة سامارا يوم السبت المقبل، وأحرز كين ركلة جزاء في الوقت الأصلي لمباراة بلاده مع كولومبيا في دور 16 قبل أن يسجل ركلة أخرى خلال إن ركلات الترجيح. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.